السلام عليكم، راح نبلش شرح مادة التريتمنت سيرفس ووتر تريتمنت. طبعا لأنه في عندنا سيرفس ووتر تريتمنت وعندنا جراوند ووتر تريتمنت، راح نشرح هسه السيرفس ووتر تريتمنت إن شاء الله. راح نبلش الآن السيرفس ووتر تريتمنت. عن شو بتحكي لي؟ مياه الشرب، يعني المياه السطحية المعالجة هي مياه الشرب. سيرفس ووتر تريتمنت مياه الشرب. طيب احنا شو بنعرف عن السيرفس ووتر؟ اللي هي الريفر، نعرف ليكس. هسه عملية السيرفس ووتر تريتمنت احنا عندنا أكثر من عملية راح نشوفها. العمليات لها رسمة معينة، نشرح رسمة بشكل سريع بعدين نفصل واحدة واحدة. كيلي الرسمة هاي، الرسمة هي رسمة التريتمنت. احنا كيف عندنا بصير سيرفس ووتر تريتمنت؟ بحكي لي اول شيء في عندي السورس سيرفس. السورس سيرفس هي المياه اللي جايه من الريفر والليك، المياه اللي جايه من الريفر والليك. بعدين بدينا على عمليه اسمها سكرين اند جريد نمبر، كله راح نحكي بالتفصيل. بعدين المياه شو بتعمل؟ بلطخة الحبيبات الكبيره، منطقة الحبيبات الكبيرة بعمل primary sedimentation. أشرح عن primary sedimentation. primary sedimentation نحطها قبل الدوزنج. هذا تجربة اسمها الجار تيست، تذهب لعب البيئية نحدث فيها rapid mix يكون complete mix، نعملها coagulation. كمان راح نحكي شو الكوجيليشن. اثنين بحطهم بوعاء عملية اسمها فوكيوليشن. فوكيوليشن بعمل له secondary sedimentation. اثنين الأشياء المخلفات تطلع اسمها sludge processing، هسه راح نحكي شو sludge processing. بعدين نعملهم filtration، وعملية filtration هي صراحة أصعب شيء بالتاريخ، أغلبها حفظ مش مهم. بعدين بنعمل نحطها disfinctant contact، نعملها عملية distinction، نعملها distribution اللي هي خلص بقى. يعني أنا هسه هدفي بهذا الشابتر إني أشرح العمليات هاي عملية بالتفصيل، وهيك بحصل على مياه هي صالحة للشرب. إن شاء الله بالبارت هذا نحاول نشرح لحد الفوكيوليشن لحد السكندر سيمنتيشن، وبعدين البارت اللي بعده بنشرح الفلتريشن والباقي، والبارت اللي بعده بكون حل أسئلة. راح نحكي أول إشي عن عملية السكرينج. عملية السكرينج هي عبارة عن سكرينينج هي عبارة عن وظيفتها الأوبجكت إلها كابتشر لارج أوبجكت، بعدين بروفايد بروتكشن فور انتير بلانت. تمام، شو وظيفة سكرينينج؟ بقول لي تو كابتشر لارج أوبجكت، يعني بكل بساطة لما تيجي مياه من الريفر والليك ممكن يكون فيها شجرة، ممكن يكون فيها صخور كبيرة، يعني احجار كبير كثير. بقول لي انا بعمل بحطها على اشي زي الشبكة صورتها مثلا زي هيك، هون الحبيبات الكبيرة بتعلق شو بصير؟ بمسكها بلتقط لها، يعني بتفوت بعدين مي حبيبات كثير صغيرة اللي ايش؟ اللي ما تتعلق بالشبكة. بعدين بقول لي هذا الاشي شو بيعمل؟ كمان بيعمل حماية للانتير بلاد. انا محطه معالجه المياه هاي على حمايه، كيف لو ما عملت قطع الحبيبات الكبيره؟ مش انا لما اوصل هون الريبنتنج اخلط شجره، طب يعني افرطي بالمي غصن شجره، غصن شجره مش راح تنكسر الوعاء او تنكسر محطه المياه، اقرب الدنيا راح تقول لي بالتالي انا بعمل حمايه. فهي سكرينينج تحكي عمليه من هون هاي العمليات اللي بتحدث هون كلياتها، هذا المربع هاي كلياتها بتعمل ريموف ايش؟ لارج اوبجكت او بشكل عام للسوليد بارتيكل بديفرنت سايز. يعني انا في عندي سوليد بارتيكل شو بعمل؟ انا بشيلها بعملها ريموف. طيب شو بضل هون؟ فانكشن شو بدي اعمل هون؟ انا بعمل هون بضل في باثوجين. الباثوجين حكينا عنها بكثر البي او دي، الفيروس والبكتيريا وكذا، يعني اشياء صغيره جدا ما بقدر اتخلص منها الا هاي العمليه اللي هي ديستفنكشن. تمام، يعني العمليه من السكرينينج
الفلتريشن لنهايه الفلتريشن هاي بخرج منها السوليد بشكل عام اللي بضل الباثوجين باخذها من از ذس فانكشن. في عندي العمليه الثانيه العملية الثانية اللي هي البرايمري سيدمنتيشن. عملية البرايمري سيدمنتيشن اللي هي السيدمنتيشن الأول، يعني فين سيدمنتيشن أول سيدمنتيشن الثاني. أنا بس هيك في الأول ريموف سمول بط هيفي أرتيكل مثل لسان تكون قابلة الترسيب. يعني برايمر سيدمنتيشن وظيفتها اني انا بحذف وبشيل الاحجار الصغيره بس بنفس الوقت تكون صلبه كثير مثل الرمل اللي هي الساند. تمام. العمليه الثانيه عملت برايمر سيدمنتيشن، حكينا عن عمليتين، هسه العمليه الثالثه اللي هي الرابيد ميكس اند كونكلوجن. رابيد ميكس اند كونكلوجن اللي هي طبعا السلايدات فيها حكي كثير يعني مش احسن من اللي بشرحه، فيها مصطلحات للحفظ يعني حاول اقراها، لانه انا هسه بالشرح هذا بشرح الفلتريشن راح اشرح شيء تفصيل كثير، يعني ممكن اقرا بعض الشغلات قراءه لانه فعليا يعني عمليات ثابته، يعني حفظ انا كيف بعمل معالج المي، بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك، فانا بشرح جزئيات الحل هون والاشياء اللي بدها شويه فهم. في عندي عمليه الكوغوليشن. تمام. الكوغوليشن فين الكوغوليشن اند الكوغوليشن شو بقول لي؟ هي وظيفتها ريموف سسبندد سوليد. انا في عندي شلت الاحجام الكبيره تمام زي الشجر والصخور الكبيره، بعدين شلت بالسيدمنتيشن حبيبات صغيره، هسه في عندي انا سوليد معلقه بيكون حجمها بالعاده من بوينت او او 1 مايكرو متر. يعني انت شوف ما اصغرها كثير، هاي الشغلات بحذفها، الشغلات انا بشيلها، شايفين ما اصغرها هاي ما بتنشال بالسيدمنتيشن. ايش هي السسبندد؟ ايش هي معلقه؟ بقول لك سبب شحنه الكهربائيه، بس بقول لي شو الشحنه الكهربائيه؟ اي شحنه كهربائيه؟ بقول لك لانه في شحنه سالبه بالحبيبات هذه. بضيف ماده لها شحنه موجبه عشان يتجاذبوا الحبيبات، بعدها اقدر اعمل ترسيب اللي هي اللي بعمليه السكندري سيدمنتيشن. عمليه الكوجوليشن شو وظيفتها؟ هسه بشكل عام عندي مثلا وعاء مي، انا اخذت عينه مي عملت لها ايش؟ امري سيدمنتيشن. تقول لي تمام شو صار عندي انا؟ هاي مي، هاي المي في حبيبات معلقه زي هيك، كل هاي الحبيبات معلقه بسبب انه في شحنات سالبه على سطح المي على سطح الكره، يعني هاي كره فيها شحنه سالبه. بقول لي انا بضيف ماده شحنتها موجبه عشان يصير تجاذب بين الشحنه السالبه والمياه، يعني بشكل عام انه الحبيبات بصير تتجاذب مع بعض، تتجاذب مع بعض، لما تتجاذب مع بعض هي عمليه فلوكيوليشن، بصير عندي هاي الحبيبات الصغيره بتصير حبيبه كبيره اسمها فلوك، الفلوك هاي بعملها ترسيب. هسه بنحكي شو الماده الموجبه والاختبار اللي بنعمله خلال من عمليه اسمها نقول لكم شو اسمها يبس نظريه اسمها VO theory. تمام. عمليه TLV theory بيقول لي ال V net يساوي V ريبالسيف بس في اتراكتيف، يعني بشكل عام التوتال بيساوي الحبيبات او القوه اللي بيكون فيها تنافر زائد القوه اللي فيها تجاذب،
بحكي لي إذا كان التجاذب أعلى من التنافر يكون النت دكتور بالعربي النت يكون تجاذب والعكس صحيح. كيف العكس صحيح؟ إذا كانت التنافر أعلى من التجاذب بتكون النت والنهائية تنافر. نعم. عندي أنا بدي أضيف مي، بدي أضيف عنصر إله شحنة موجبة. شو هي؟ حط أعلى عنصر إله شحنة موجبة. ألا هو حديد أو ألمنيوم اللي هو ألوم. مو ألوم. هذا الـ AL بلس 3 والحديد بيكون FE بلس 3. أنا عادة بختار الألوم لأنه الحديد ممكن يكون FE بلس 2. أنا بختار دائما مادة الألوم مشان أحط الهاي. شو بتصير هاي؟ هسا ما أضيف هاي المادة، المادة بتصير أتراكتف تجاذب، بصير التجاذب أعلى من التنافر، بصير كأنهم جسم واحد، بصير كأنهم جسم واحد، يعني النت رايز، تمام؟ نت رايز. هسه كيلي أول إشي لازم أعمله أما جاذب الشحنات لازم أقربهم على مسافة معينة تسمى دبل ثيكنس. هذا الإشي يحدث عند الربد. فنظر انه هيك الشاشة مخربطة بس لازم الحكي كامل يكون بالترتيب اكتبه يعني مش نعرف نقرأ ونشرحه مرة ثانية. بحكي لي هسا نرجع نعيد الكالكوليشن عشان تركز معنا 100%. حكينا في عندي انا حبيبات، تمام؟ عندي حبيبات معلقات بسبب شحنة موجبة. انا بحط بسبب شحنة سالبة بحط مادة لها شحنة موجبة اسمها ثم ريتها AL بلس 3. بعمل بعدين زين لما اضيف هاي بصيروا كانهم جسم واحد. بس هسا انا لما جاذبهم احنا بنعرف انه عندي مثلا مغناطيس، هذا مغناطيس بنعرف لما نجاذب هذا المغناطيس جنب بعض لازم نقربهم على مسافة معينة، يعني هاي لازم يكونوا زي هيك. لما يكون زي هيك هذول شو صار فيهم؟ تجاذب اتراكتف. فانا المسافة مشان الحبيبي هاي جذبوا مع بعض المسافة سموها دبل ثيكنس لاير، تمام؟ دبل ثيكنس لاير، طبقة الدبل ثيكنس. فهاي هسا أنا مشان أحصل على هاي الطبقة لازم أعمل رابيد ميكسينج، مشان هيك إحنا حكينا بالكوجيليشن لازم أعمل رابيد ميكسينج. طيب هسا بحكي لي الكوجيليشن هي كيميكال بروسيس. لو سألني ليش بقول لك because we add alum، احنا بنضيف الالوم على المي، فبالتالي الالوم مادة كيميائية. فأنا لأني بضيف مادة كيميائية بسامي coagulation مادة كيميائية أو عملية كيميائية بضيفها معينة
معينة اللي هي الجرعة تعمل المختبر تجربة اسمها R test صورها بلعب البيئية إن شاء الله. هذا هيك عملية الكوجوليشن، عملية الكوجوليشن اللي هي العملية الثالثة اللي بتحدث معي هون. العملية اللي بتحدث معي إن شاء الله إنها تكون سهلة مش صعبة، شرحها كامل بالتفصيل، سبب العمليات، الحبيبات كيف أنا بقربهم، بعمل دبل ثيكنس لاير، بعمل كوجوليشن بسيط في الأتوم اللي هي L2SO4 فشحنته بلس 3 أو الحديد. هون بيقول إنها كيميكال مشان أنا أضيف على الميكسينج تانك كوجولانت اللي هي عملية كيميائية، مادة كيميائية. هون عملية النهاية. بس هون في بحكي لي لما أنا أضيف الألم بصير عندي بالبيوكربونات كمية مش كثيرة، تمام؟ نحن التفاعل، فأنا إيش بعمل؟ البي اتش بصير قليل قليل. أنا عشان أرفع البي اتش لازم أنا مشان أخلي التفاعل كويس لازم أرفع البي اتش. أنا برفع البي اتش من خلال إني أضيف ألم أو صوديوم كربونات. هذا سؤال كثير بتكرر، لما يكون في عندي بيوكربونات أنا إيش بعمل؟ الجواب pH must be raised by adding lime or sodium carbonate. هذا ركزوا عليه، raised lime or raised sodium. عملية الفلوكيوليشن، بس دقيقة شوي. هسه راح نبلش بشرح الفلوكيوليشن. الفلوكيوليشن هي عبارة عن physical process. في فيزيكال بروسيس لانه حط الحبيبات فقط عشان تتجاذب مع بعضها. هسه الحبيبات اللي تجاذبت بتصير جسم واحد، هذا يسموه فلوكس. فلوكس هسه يكون عندي الميكسينج بسرعة سريعة، تمام؟ بكون بسرعة سريعة عشان الفيلوسيتي تكون سريعة كثير، وبالتالي يترسب من الحبيبات ولا كأني أنا عملت إشي نزفت إشي، تمام؟ فبتكون بسرعة بطيئة مش سريعة. هسه الفلوكيوليشن العملية كاملة عبارة عن بلاك فلوري أكتر، جهنا للماس بالمس. بلاك فلوري أكتر يعني C تساوي C نوت E هو كنيتي. عندي إكزامبل، عندي إذا قال لي إذا K تساوي 75 كل دي، قال لي عندي 80% موبل، 80% موبل. هون شو بده؟ هون بده، خلينا نشوف المثال هذا بالسلايد. بيقول لي أبيس إن لابوراتوري ستاديز، يعني بالمختبر، the rate constant for the chemical coagulation reaction was found in first order reaction constant 75 كل دقيقة. Calculation the detention time in a black flow reactor 80% reduction. إذا C نوت 200 CT 40 C نوت 10 و T تساوي 40. قل لي مش كان السوليوشن مش محلول. طيب خلينا نحل السوليوشن. هسه ما قال لي 80% ريموفال، بس كأني بحكي عبارة عن 20% ريمانس، تمام؟ 80% ريموفال يعني 20% ريمانس. C نوت 200 في C 40، يعني بدي أحكي 40 تساوي 200
اي قوة ماينس 75 في تي، تطلع معي تي عبارة عن بعد التحويل تطلع معي 3.1. بحكي انه هاي تساوي 0.2 سي نوت، وهاي سي نوت، فبضطر هاي سي نوت مع سي نوت، فبالتالي 0.2 تساوي اي قوة ماينس 75 في تي. يعني بدي افهم انه كلمة ريموفال 80% انا قديش ضل؟ ضل 20%، تمام، ضل 20% من السي نوت، تمام. اذا بحكي لي انه يكون الخزان كامل عبارة عن بلاك فلوري اكتر، يكون مجزأ لعدة حجرات، كل حجرة عبارة عن بليت ميكس رياكتر او سي اس تي ار. ما اعرف شو سي اس تي ار، تمام. هسه بحكي لي انا اعرف معادلة ار ان، هاي معادلة جديدة ار ان تساوي دي ان دي تي تساوي سالب كي هو ان، تمام. شو تركض هون؟ هسه هي كانت هاي قبل سي، تمام، دي سي دي تي دي سي. هون شو بقول لي؟ بدل الكونسنتريشن صارت نمبر اوف بارتكل. يعني نفس معادلة الكمبليت ميكس رياكتر ونفس معادلة الفلوري اكتر، بدل ما استعمل كونسنتريشن استعمل نمبر اوف بارتكل. هسا الار هي ريت برنوبل، نسبة الحذف المواد الفلوك، يعني نسبة الفلوك شاهد. بس في عندي كم قانون بدي اطبقهم عشان احسب المطلوبات اللي بدي اياها. خلينا نكتب القوانين ونشرح اليوم مثل، طبعا وبحل البارت حل الاسئله عليها. اوكي، في عندي ثابت اوكي، الكي ايش؟ مش عندي كي ان او كي سي في كان الكي ان ايش هون؟ الكي هي عباره عن الفا في 4 في اوميجا في جي باي، تمام. خلينا نحكي كل واحدة شو هم. شو الاوميجا هاي؟ اوميجا بقول لك هي عبارة عن باي متر للبارتيكل تكعيب النوت على 6، تمام. شو الجي؟ الجي عبارة عن كتر على ميو فوليوم، تمام. يقول لي هذا كله عياته شو؟ لك بكل بساطة هسه هذا الكي أنا مطلوب مني أحسب الكي، نحسب الكي تستعمل بدي استعمل إشي اسمه أوميجا وإشي اسمه مي. هذول يا معطيات الامتحان يا أنت بتحسبهم، بدي أحسبهم بحسبهم من القوانين هاي. خلينا نعرف كل إشي. الألفا هي عبارة عن Origin efficiency، ودائما بالامتحان بعطيك يا واحد يعني بقول لك انه هو اصلا صار جسم واحد. طيب الاوميجا هاي عبارة عن log volume من الحبيبات. طيب الجي عبارة عن intensity، تمام. من هالمصطلحات اعرف شو هي، تمام. انها ال دي بي ايش متر اوف بارتكل، تمام. طيب دي هاي عبارة عن الباور بالقرآن. طيب الانوت هاي عبارة عن بارتيكل نمبر اوف بارتيكل انيشال بارتيكل، يعني عدد انيشال نمبر اوف بارتيكل، تمام. عندي الميو هاي فيسكوسيتي زوجة،
الفي بي الفوليوم فوليوم اوف بارتيكل. هذا كله يا ترى قوانين موضع يعني له كل شيء بتحسبه بسهوله. تمام، بس قبل ما نروح على اكزامبل لهذا عندي انا ريكومندد ستاندرد فور ووتر ووركس ريكومند ذات. خلينا نكتبهم، خلينا ناخذهم من السلايد قبل ما اكتبهم. هذول القوانين عباره عن قوانين راح اطبقهم بحل الاسئله، اعرف هاي الشغلات كلياتها. تمام، على السلايد. السلايد بيقول لي انه هذا كامل فلوك، بس كل فلوك في حجره، لكل حجره عباره عن السي اس تي، عباره عن بلوك فلو رياكتور. هاي الاشياء اللي انا حكيتها القوانين، بقول هون الفا واحد، اذا الفا ربع اونلي فور كل جيم بتوين. هاي الملاحظات حطيتها. عندي هون ريكومند ذات فور ووتر ووركس. هون انا في عندي رابط ميكسينج، يعني هون الشغلات اللي بتخص الفيكوليشن والكونكوليشن. في عندي انا ستاندرد، شو ستاندرد؟ يعني انا شغلات ممكن بالامتحان استعمل ارقام معينه من هون، مش شرط الامتحان، يعني لما بدي احل سؤال استعمل الستاندرد، يعني قال لي استعمل الستاندرد بدي اضطر استعمل هاي الشغلات. تمام، اذا ديتنشن تايم ان رابط ميكسينج شود نوت بي مور ذان 30 سكند، يعني لازم يكون اكبر من 30، يعني لازم يكون فعليا كم؟ لازم يكون فعليا اقل من 30. هذا ايش الديتنشن تايم؟ يعني انا لما احط الحبيبات هو الميكسينج لازم لما اخلطها رابط ميكسينج رابط 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 ما بس 30 ثانيه، اكبر من 30 ممنوع. تمام، فلو فيلوسيتي فيكوليشن تاج شود نوت بي ليس 2.5 نار جريتر ذان 7.5، يعني لازم يعني بتكون الفيلوسيتي عباره من 2.5 7.5. تمام تمام، هاي الفيلوسيتي قلنا ليش لازم تكون بطيئه؟ قلنا ليش؟ ثلاث ريتنشن تايم فور فلوك فورميشن ات ليست 30، على الاقل 30، يعني لازم اكبر من 30 مينت مش سكند، اكبر يعني اقل شيء 30 مينت. ايش الفلوك فورميشن؟ يعني بين ما كل الحبيبات تتجاذب. قول لي الميكسينج سبيد تكون من 15.915 متر لكل سكند. عندي مثال، عندي مثال بيقول لي to improve their settling the 0.01 millimeter silt particles in example 1. هسه example 1 ما إلنا فيه وإشي لسه إحنا مش ماخذينه. Complete destabilized هاي يعني ألفا تساوي واحد. Adding alum and are best throw one of two side by side will mixed foculation chamber. The chamber are cubic يعني الشامبر هم عبارة من مكعبات. With each dimension being 3.5 الدايمنشن 3.5 يعني الفوليوم تساوي 3.5 كيب. هاي لمين؟ لمين؟ الفوليوم في بي، الفي بي مش الفي بارتيكل، هاي الفوليوم. الفوليوم لمين؟ الفوليوم للتانك. The mixing are with input 2.5 يعني البي 2.5 power into the water and the H. The water entering the folliculation contains 10 قوة 5 particle per milliliter. يعني عدد البارتيكل اللي هي النوت 10 قوة 5. What is the average diameter of aggregate leaving the folliculation? يعني هسه أنا بدي أوجد كم حجم الحبيبات اللي بتخرج الفلوكيوليشن تانك. طيب أنا كيف بدي أوجد عدد قطر الحبيبات؟ أنا معي العدد الابتدائي، تمام؟ بدي أوجد العدد النهائي. من العدد النهائي بعرف كم نسبة مئوية بين العدد الابتدائي والعدد النهائي، فمن خلاله بعرف. ما هو هسه إذا دخل 10 حبيبات قطرهم 5، خرج 20 حبيبة قطرهم 10، فبالتالي أنا بعرف إنه في نسبة مئوية بينهم، فأنا من خلال النسبة هاي الدايمتر إلها كذا، هذيك الدايمتر راح يكون إلها كذا. تمام، نسبة تناسب. فأنا هسه أهم إشي أوجد علاقة بين الأن نوت الأن النهائية. تمام، هسه هذا عبارة عن بلاك فلو رياكتور. هسه بس إيش أنا بدي أحسب؟ بدي أحسب للتشامبر لحاله، اللي بقول اللي بخرج من التشامبر. إيش بعمل أنا؟ بدي أطبق معادلة CMR أو CSTR. راح أقول له 0 بتساوي QN CN. هسا بدل CN كل حرف C تحط N ناقص Q out
out minus k وهو طبعا complete mixing n out الان هاي في في تمام k c v. هسا ال k كيف بجيبها من ال g والأوميجا تمام بدي احسبهم والان out انا بدي اياها والان n انا معي اياها فانا بطلع علاقة بين ان n والان out. q موجود باكزامبل 1 اكزامبل 1 ما اخذناه هو عبارة عن 1 ونص هو 3 بس لانه 2 side by side chamber بعمل بخليه 1 ونص فال q 1 ونص تمام. خلينا نمشي بحل المثال حسب الجي الجي بتساوي بي على الفيسكوسيتي في الفوليوم التانك الجي بي كم 2.5 كيلو وات يعني 2.5 في 1000 لانه انا بحسب بالوات والفيسكوسيتي هي وحدتها الفوليوم عندي مكعب الضلع الواحد 3.5 فتكعيبه كم 3.5 تكعيب هاي بيطلع معي 226 كل سكند تمام. هسا بدي اطبق معادله الماس بالانس هاي معادله الماس بالانس هي عباره زيرو بتصير بتساوي q n n ناقص n out بعد ما هاي باخذ عامل مشترك q زائد k v. هسا اوميجا و k بدي اطلعهم تمام اوميجا و k بدي اطلعهم طلعتهم k طلعتها من الاوميجا والجي الجي طلعتها بس بطلع الاوميجا بس خلينا ارتب المعادله. هسا وقسمت كامل على n out وقسمت كامل على n out شو بصير زيرو بتساوي q n out على q n n قصدي n out ناقص q at k v تمام زي هيك. فايش بعمل هسه انا برضو بقسم على q برضو بقسم على q انا انقل الطرف الثاني n n n out ما أقسم على Q بصير عندي 1 زائد KV على Q تمام. Q 1.5 ال V هي الفوليوم للبارتيكل الفوليوم للبارتيكل كم الفوليوم للبارتيكل الفوليوم للبارتيكل هو عبارة عن أو الفوليوم لمين خلينا نشوف الفوليوم لمين بس نتأكد ال VB ال VB مش للبارتيكل لل هو 3.5 خلنا نشوف بس للثلاثة ونص الفوليوم للثلاثة ونص في بي هي ايش 3.5 تكعيب كي كيف تجيبها الكي بدي طلع الأوميجا الأوميجا ايش بتساوي الأوميجا بتساوي باي في ديمتر للبارتيكل ديمتر للبارتيكل 0.01 مليمتر 10 هو ماينس 5 تكعيب مضروب في عدد البارتيكل الابتدائي 10 قوة 5 على 6 هذا هيك القانون بيقول لي بطلع عندي 5.24 10 قوة سالب 5 طلعت الجي 226 فبعوض الكي الكي بتطلع معي الكي خلنا نشوف قديش طلع هالكتاب لان انا مش كاتبها ما حسب الكي هاي انا بطبق بقانون الكي هاي طبق بقانون الكي هاي قانون الكي فان نوت على ان هاي اللي هي ان اوت تساوي 1 زائد كي في على كيو بهاي الفوليوم وهاي الكي وهاي 1.5 هاي للتحويل يعني هو السؤال مليون جالون بير داي هو حول وتحويل وحدات مطاب الامتحان ما بجيب هاي فالان نوت على ان 10.8 تمام النوت على ان ويعني ان العدد اللي دخل على العدد اللي خرج بيساوي 10.8 يعني عدد اللي دخلوا بيساوي 10.8 من اللي خرجوا تمام. فأنا عندي زي هيك معناته الفوليوم للأجريجيت اللي طلع اللي هو الفلوكيوليشن بساوي 10.8 من الفوليوم للبارتيكل تمام الفوليوم للبارتيكل 10.8 أكيد يكون أكبر من فوليوم البارتيكل فوليوم الأجريجيت يكون أكبر من فوليوم البارتيكل فقديش الفوليوم الفوليوم للبارتيكل قانون ثابت على 6 تكعيب بساوي 10.8 في باي على 6 تكعيب هاي النسبة التناسب اللي حكيت عنها هاي باي 6 بتطلع من باي 6 دي هون دي اياها دي اللي هون دي للبارتيكل اللي هي 10 قوة ماينس 5 تكعيب فبطلع معي الديميتر بطلع معي الديميتر
بيطلع معي الديميتر 0.0221 ملي متر، بيطلع معي 0.0221 ملي متر. هي عملية الفلوكيوليشن بستعمل غير هاي القوانين. طبعا في عندي أمثل كثير عليه بالمثال هذاك بالحل فيديو حل الأسئلة اللي راح أنشره إن شاء الله. هسا نبلش بعملية الستيمنتيشن وننهي أول فيديو إن شاء الله. سيدمنتيشن كثير سهل مش صعب، بيجي عليه أسئلة، بيجي عليه أسئلة معينة بس إن شاء الله كثير سهل يكون. كل اللي سيدمنتيشن فيهم هاي السكندري، البرايمري إحنا شرحناها أصلاً، البرايمري بس بتشيل أوبجكت، السكندري سيدمنتيشن. سكندري سيدمنتيشن شو الهدف منه؟ الهدف منه إنه أشيل فلوكس، شيل فلوكس. أنا عملت فلوكس من عملية الفلوكيوليشن، فأنا إيش بعمل؟ أشيلهم. إذا أشيلهم في عندي سيدمنتيشن تمام. بس السيدمنتيشن تاعت بسموها كلاريفر. كلاريفر إيش هي هاي؟ أكبر تانك محطة، أكبر وعاء محطة. ما تشوف على محطة تنقية مياه بتلاقي إنه عندي في محطة كبيرة، هاي المحطة الكبيرة هي الكلاريفر. شو وظيفتها؟ hold water for enough long time to allow hold water for enough long time to allow most particles to settle down by gravity. شو معنى هالحكي؟ بقول لي انه sedimentation tag وظيفتها انه بخلي المي فترة زمنية معينة عشان تخلي البارتيكل يترسب على الأرض باستعمال الجاذبية الأرضية. هسا في عندي ريكومنديشن لإيش؟ للسيدمنتيشن. قبل شو كان عندي ريكومنديشن للفلوكيوليشن والكوجوليشن، هسا في عندي ريكومنديشن للسيدمنتيشن برضو ركز عليها. لاحظ إنه أنا عندي ممكن تكون سيركل كلاريفر، عندي ريكتانجلر كلاريفر. تذكر إنه هون بالإكزامبل رح نستعمل إحنا بالقوانين مساحة، أعطانا هون بالسلايدات مساحة تطويل، امتحان جاب لنا مساحة دائرة. نركز الشيء اللي أنا حكيته قبل شوي، في شغلات ممكن ما حكيتهاش فراح أحكيها كمان شوي. نعرف عن الريكومنديشن، ريكومنديشن بس ريكومنديشن ريكومنديشن ستاندرد فور ديمنتيشن لديتنشن تايم less than 4 ساعات، يعني يكون مش من 4 ساعات، أكبر من 4 يعني. يكون أكبر للماكسيمم هوريزونتال فيلوسيتي 2.5. أوفر فلو ريت، هسه بنحكي شو الأوفر فلو ريت، من 20 ل 33، وكل الماكسيمم مير لودينج هي 250. ليش أنا هسه راح أحكي هذا كاتبه قبل مش على الترتيب اللي أنا تمام. هسه هون إيش بحكي لي؟ بحكي لي إنه أنت بتعمل ديزاين، بتعمل ديزاين مين أور فس الديزاين الكلاريفر شو عملنا؟ ممكن تكون مستطيلة أو دائرة، هذا الشيء حكينا. بقول لي في عندي أربع مناطق كل خزان كل تانك. بقول لي عندي الانفلونت زون، هاي هي المكان اللي بتدخل في المياه. في عندي سيتلينج زون هو مكان اللي بتترسب في الداخل. في عندي الاوتلت المكان اللي بتخرج منه المياه.
في عندي سلاج زون، هي المكان بيطلع منه المواد الراسبة. فهسه هاي عندي انا التصميم، فعشان اصمم في عندي اكثر من شغلة، كمان بدي اصمم الديتنشن تايم. الديتنشن تايم مثل ما نعرف انه هو ال V على Q، الفوليوم على ال Q، الدستارج ما نعرف هو ال V هاي، ما نعرف عندي انا اوفر فلو فيلوسيتي اللي هي ال U تساوي Q على اريا، نعرف انه عندي كمان هاي اوفر فلو ريت فيلوسيتي، نعرف انه في عندي وير لودينج، هاي اللي شفتوها بالستاندرد عبارة عن Q L، اللي هي محيط الاشي يعني محيط المستطيل او محيط الدائرة، تمام. هاي هي الوير لودينج، هذا الاشي اللي حكيته اللي لحد هسه اللي ما شرحته هون، هي هون هذول. هسه بدنا نشرح عن الفورسز اللي بتأثر وكيف بدنا نحل امثلة محمولة عليه. هسه قول لي بكل عينة، يعني هاي عينة ايش؟ بارتكل. هاي بعد ما حدثت، بعد ما عملت فلوكيوليشن، شو بيقول لي؟ بيقول لي هاي عليها مثل ما اخذنا بالفلويد خمسي خطوط الطفو، في عندي وزن مي، وزن البارتكل، في عندي F اللي هي drag force. طب قول لي عندي إشي اسمه VS اللي هي settling velocity. هاي قانونها يساوي قانون settling velocity يساوي G رو بارتكل، رو قطر ديمتر للبارتكل تربيع 18 ميو. بقول لي بدنا احسب الاريا، احسن اريا انا بدي اصمم اريا للكلاريفر سواء مستطيل او دائره، بقول لي قانونها 18 يو ميو على جي رو للبارتكل ناقص رو ديميتر او ديميتر بارتكل تربيع، تمام. فانا هسه الاريا الكلاريفر عندي هاي السيتلينج فيلوسيتي، هذول ايش؟ هذول انا بدي احسبهم. ليش بحسبهم؟ انا في عندي شيء اسمه سيتلينج فيلوسيتي وعندي شيء اسمه فلوريت اللي هي اليو. بقول لي اذا الفي اس اكبر من اليو الحبيبات راح تترسب، اما الفي اس اقل من اليو حبيبات ما بتترسب، ما في شيء بترسب، تمام، وبنتقل بالسلاج زون، تمام. فهاي فائده السيتلينج فيلوسيتي، بحسب السيتلينج فيلوسيتي عشان اوجد اشوف اذا اكبر من يو معناته ترسبت الحبيبات، واذا اقل من يو ما بتترسب الحبيبات. هسه بحكي لي انه دبليو هون تساوي اف بي زائد اف دراج، بقول لي صح. شو الوزن؟ الوزن هو عبارة عن رول البارتيكل جي الفوليوم للبارتيكل بتساوي الاف بوانسي رو الووتر جي في للبارتيكل. الفورس دراج هي 3 باي ميو فيلوسيتي سيتلينج في اس يعني في الديمتر للبارتيكل، تمام. لاحظ انه هاي المعادلة منها قوة يعني، تمام. بقول لي الحبيبات ملاحظة مهمة جدا، الحبيبات إلها شكل غير منتظم. يعني انا في عندي 5 حبيبات هسه كلهم ممكن يكونوا دائرة كلهم كرة، راح تقول لي لا انا كيف بدي احسب الفوليوم؟ كل الحبيبات إلها شكل غير منتظم وبنقدر نوصفها
be equivalent diameter على فرض كل الحبيبات سفير انكرو تمام. يعني انا هم مش منتظمين، انا بفرض انهم كلهم سفير تمام. فهي القوانين اللي ممكن نستعملها عملية ايش؟ عملية sedimentation. تمام. في شغلة انه هاي القاعدة بستعملها for laminar flow. ما نعرف شو اللامينار flow. تمام. عندي قانون الرلون نمبر عشان نعرف اذا انه لامينار ولا لا. الرلون نمبر نعرف انه هو ميو في السيتلينج فيلوسيتي في الديميتر للبارتيكل لا ميو. طبعا كل الاسئله راح تيجي لامينار. تمام تمام. خلينا نشوف شو بالسلايدات حكينا معه. شرحنا حكينا عن الهيدروديناميك ديميتر اللي هو نفس الكوفنت ديميتر حكينا عنه. حكينا عن الدراج فورس. هسه الرينون نمبر. هسه الدراج فورس ركزوا معي، هذا سؤال كثير كثير مهم بيجي بالامتحان. احكي لي انه الدراج فورس فانكشن له علاقه بالرينون نمبر. تمام تمام. راح تقول لي الدراج فورس يعني بتعتمد على الرينون نمبر، على القانون اللي كتبته اللي هو 3 باي ميو للسيتلينج فيلوسيتي في الدايمتر. فبلاحظ انه الرينون نمبر بيعتمد على الدنسيتي اوف ووتر، وبيعتمد على البارتيكل فيلوسيتي السيتلينج فيلوسيتي، بيعتمد على الدايمتر، بيعتمد على الفيسكوسيتي. تمام تقول لي تمام. فبالتالي الدراج فورس دراج فورس بنت اون ميتر فور بارتيكل دنسيتي اوف ووتر تعتمد على فيسكوسيتي تعتمد على هذول. تمام تعتمد على هذول فيسكوسيتي للووتر دنسيتي للووتر والديميتر ديميتر ودنسيتي وفيسكوسيتي وفيلوسيتي فيلوسيتي سيتلينج فيلوسيتي. تمام بيعتمد على سيتلينج انتبه عليها. شو الاشي اللي ما بيعتمد عليه؟ دنسيتي للبارتيكل. هون بيقول لي الرينون نمبر هو من 1 ل 10000، اذا اقل من 1 هو لامينر. بس هذا مش فلويد لانه هي معادلات تخص البارتيكل. الرينون نمبر اقل من 1 بيكون لامينر، اقل من 10 قوه 4 ل 10000 تربلنت، وبينهم بيكون ترانزيانت. هاي القوانين اللي انا حكيتها. حكينا عن السيتلينج فيلوسيتي باث ما حكينا عنها، بس انا الشيء مش كثير مهم انه انا لازم اصمم اتش هي تساوي اتش. يعني انا لازم لما اصمم لما يصير عندي ترسب يكون عندي كامل خزان هيك. الكيو على الاريا فيلوسيتي الاريا اللي انا بستعملها، وهاي الريكومنديشن اذا بارتيكل وذ اسيتلينج فيلوسيتي كريتر ثان flow over flow rate removed the layer flux velocity less than carry down in the basin مثل ما حكينا. longer detention time bigger and more expensive the tank must better be the tank performance need balance between cost and efficiency to get desired result. يعني أنا هون بحكي لي longer detention time بيعطيني أكثر تكلفة لمين؟ للتانك، بس بيعطيني نوعية أحسن. فبيقول لي أنا ما كبرت، حكيت إنه مش راح تكون أقل من 4 ساعات مشان يكون إشي كويس. وهاي تمام. هون بيقول لي في عندي إكزامبل، بيقول لي هون عندي رابط ميكسينج كامبر الفوليوم إله كذا، التانك إله 150 و 58 و 14 ونص. هاي مشان الفوليوم، مشان الفوليوم، هاي الفوليوم هم حاصل ضربهم ببعض وهيك. الدبث كذا 140. كل ذا ميجر باراميتر يوزنج ذا سايز. طيب حلو انتم مش هذا السؤال، هذا السؤال ما حلو.
اللي هون drinking water هذا example one. إحنا عن قبل شوي حكينا example two ورجعنا example one. drinking water treatment plant using a circular sedimentation basin. لما قال لي circular الاريا باي على 4 بي تربيع تربيع الفوليوم ما اعرف شو الفوليوم للدائره باي على 4 بي تربيع فيها تريت 3 ميجا 3 مليون جالون بير داي اوف ريفر ووتر يوزنج فلوريت ووتر اند ويست ووتر تريتمنت ال 1 مليون جالون بير داي بيساوي كذا تر ستورم اوكير اب تايم ذا ريفر اوفن كارز 0.1 ملم سنت بارتيكل البارتيكل 1 × 10^5 سيتي لهم كذا and the silt must be removed before the water can be used the plant calorifer is 3.5 متر 21 ديامتر هو دائرة قطرها 21 وحجمها وارتفاعها 3.5 what is the detention time of a calorifer detention time هو Q على V V على Q تمام ممكن يكون V على Q V على Q فبدي أحسب أنا الفوليوم وأحسب الQ طب كيف بدي أحسب الفوليوم أحسب الQ مع الQ 1.5 الفوليوم وين بدي أجيبها الفوليوم اللي هي باي على 4 متر للبارتيكل في أك طيب هيها الثيتا اللي هي التنشن تايم هذا القانون متر مش للبارتيكل ده متر للبيزن البيزن عبارة عن 21 ارتفاع 3.5 Q 3 والأربعة من القانون لأنه باي على 4 للتحويل فبيطلع عندي 2.6 هاي الفرع الثاني will the clarifier remove all particle السهور رح يحذف كل البارتيكل فانا عشان اعرف اوجد السيتلينج فيلوسيتي اوجد اليو هي كيو على اريا تمام اوجدهم الثنتين بي في اس اكبر من يو معناها ويل مو تمام الفيلوسيتي اكبر معناته كله راح يترسب كله راح يترسب يعني ويل مو نشوف هسه شو قانون السيتلينج فيلوسيتي قانون السيتلينج فيلوسيتي هو هيو هنا هيو جي 9.81 الرو للبارتيكل اعطانيها 2200 بعد التحويل الرو 1000 او 999 حسب شو هاي الديمتر للبارتيكل اعطاني 10^5 كوسكوس كوسري معروفه اطبقها بيطلع معي السيتلينج فيلوسيتي هيها ها السيتلينج فيلوسيتي هيو 5.74 × 10^5 طب شو الكريتيكال فيلوسيتي اللي هي الكيو على اريا الكيو على اريا او اتش على ثيتا اللي شيء كيف فيلوسيتي بتساوي كيو على اريا نعرف انه ضربت هاي اتش ضربتها باتش اعرف انه هاي تصير كيو على فوليوم كيو على فوليوم اللي هي 1 على ثيتا ضرب باتش فبتصير اتش على ثيتا اتش معي 3.5 ثيتا قبل شوي طلعته يطلع معي 38/5 لاحظ انه هاي 38 وهاي 5.74 يعني اليو اس اقل من اليو سو 0% بالموف ما راح يحدث ترسيب ما راح يحدث ترسيب هيك خلص السيديمنتيشن بدي اشرح فكره صغيره اللي هي لو عندي هاي راح نلاقيها بفيديو هل الاسئله انه لو عندي 3 حبيبات هو وعاء سيديمنتيشن ماشي لها قطر وهاي لها قطر وهاي لها قطر هاي نسبتها 10 وهاي نسبتها 20 نسبتها 80 تمام اجى قال لي نسبتها 70 اجى قال لي نسبتها يعني من البارتيكل الكلي وهاي لها ديمتر هاي ديمتر لديمتر شو بعمل انا بحسب الفيلوسيتي وبحسب السيتلينج فيلوسيتي لكل واحد هسه له سيتلينج فيلوسيتي اعلى من الفي هو بيترسب مثلا ابو 70% السيتلينج فيلوسيتي اكبر فقديش بيكون الريت بيكون الريت 70% تمام اذا قال لي هذول الاثنين ترسبوا بكون هاي 90 جواب كلهم ترسبوا بكون 100 اذا ولا واحد ترسب بكون 0 اذا هاي ترسبت يعني الفيلوسيتي السيتلينج اكبر من الفيلوسيتي العاديه بكون الترسيب 10 هكذا فانت بعد عندي اكبر اكثر من حبيبي في شغلة عن السلج بروسيسنج وما حكيتها شو تعريفها ليك تريتمنت تمام اشوفها
بتوقع مش بعد البارت راح تكون، بتوقع مش بعد البارت لأنه هي لها تعريف وأنا شفته بس ناسي هو. الله يعطيكم العافية، خلينا نشرح بعده موضوع الفلتريشن ديسفنكشن، نكون خلصنا تريتمنت وبعدها بنحل فيديو شابتر حل أسئلة.